المتابعة من أون لايف، أهلا ومرحبا بكم. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. بدايتنا من جنوب مصر، إذ شيع المئات من أهالي محافظة بني سويف جنازة الشهيد مجند الحسين جمال ممدوح، والذي استشهد في الحادث الإرهابي الذي وقع بشمال سيناء. تقدم الجنازة العسكرية التي خرجت من المسجد الكبير بمدينة بني سويف الجديدة المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف واللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف وعدد من قيادات المحافظة. قتل عدد من الإرهابيين جراء هجوم على أحد الارتكازات الأمنية بمدينة العريش في شمال سيناء. وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة إنه نتيجة تأثير نيران القوات المسلحة لاذت العناصر الإرهابية بالفرار حاملة عددا من القتلى والجرحى. وأضاف البيان أن القوات اشتبكت مع العناصر المسلحة فور مهاجمتهم للارتكاز الأمني بواسطة قنابل يدوية وأسلحة نارية، وأسفرت العملية الإرهابية عن استشهاد 6 من أبطال القوات المسلحة. وقد أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد الارتكازات الأمنية بمدينة العريش وأسفر عن استشهاد 6 من أبطال القوات المسلحة. وأكد الأزهر في بيانه أن تلك الهجمات الإرهابية تستوجب تكاتفا دوليا شاملا من أجل مواجهتها والتصدي لمن يمولونها. وشدد الأزهر على وقوف الشعب المصري بأكمله خلف قواته المسلحة حتى تتطهر سيناء من الإرهاب. كما أدان مفتي الجمهورية شوقي علام الهجوم الإرهابي بمدينة العريش مستنكرا في الوقت نفسه مقتل القس سمعان شحاتة كاهن كنيسة القديس يوليوس والذي تعرض لاعتداء أثناء تواجده بمدينة السلام في القاهرة. وأكد المفتي في بيان أن العدو في الجريمتين واحد، وأن الإرهاب لا يفرق بين عسكري ولا مدني أو مسلم أو مسيحي، مطالبا المصريين بالوقوف صفا واحدا لمواجهة تلك الجماعات الإرهابية. وللمزيد انضم إلينا هاتفيا اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء أهلا وبكم مرحبا. يعني كما ذكرنا في الخبر أن الإرهاب لا يفرق بين مدني أو مسلم أو مسيحي أو حتى عسكري، كيف ترى استراتيجية الإرهاب في استهداف المدنيين واستهداف المسيحيين والمسلمين وعدم التفريق بين أي من هذه الأشخاص؟ هو الإرهاب بيستهدف مصر في نسيجها كله، مسلميها ومسيحييها، عسكريين ومدنيين. هو كل ما يهمه هو إرباك المشهد في مصر والتأثير على الدولة المصرية. وبالتالي هنجد أنه هو بيضرب قس في السلام، بيضرب أبطالنا وأبنائنا اللي في العريش، بيضرب عندنا هنا داخل المدن. الإرهاب يريد ضرب الدولة المصرية، التأثير عليها بأي شيء. إذا كان الإرهاب نجح بالشكل اللي احنا شايفينه في بعض العمليات فده، لأن بنقول دايما المشكلة إن الإرهاب عندنا ما عندناش معسكر إرهابي هندمره وندمر اللي فيه، لكن الإرهابي ده بالأسف عايش في وسط الناس المدنيين، متخفف وسطيهم، عامل بيتخذهم دروع بشرية، لو أي حد بلغ عنه بيصفوه مباشرة. وبالتالي هو ده اللي فجأة هو متخفي وهو إنسان مدني أو من نفس السكان المحليين رايح جاي على الارتكاز الأمني، فجأة هو الرجل ده اللي بيتحول إلى إرهابي، يفجر نفسه، يهاجم بالقنابل، يهاجم بأسلحة صغيرة. وده اللي بتديله الفرصة إنه في إيده، إنه عناصر المفاجأة في إيده، هو اللي يمتلك، اللي بيحدد المكان، بيحدد التوقيت، بيحدد الأسلوب اللي هيهاجم بيه، بيحدد السلاح اللي هيهاجم بيه. فبالتالي دائما يعني اذا بالشكل ده يبقى قدامه فرصه انه يحقق بعض النجاح، انما قواتنا الحمد لله بتعمل بمبادره كامله طبقا لخطه حق الشهيد اللي 4 اللي شغاله في سينا. وبالتالي ان شاء الله رب العالمين اللي بيعملوه في سينا دلوقتي دي العناصر المتبقيه اللي عندها اوامر انها تهاجم اي حاجه. نفس القيادات تحس انها عايزه تتخلص من هذه العناصر بانها تشركها في اي عمليات عشان يبقى تخلص وتعمل اي خسائر، يبقى بالمره ده هي القياده خلصت منها، ما يعملولهاش قلق بعد كده بعد ما يخلص الارهاب دول يروحوا فين، او ان هي في نفس الوقت الضغط على مصر باستمرار. نعم.
إذا شكرا جزيلا لك سيادة اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية نصر العسكرية، شكرا لك. الآن نتحول مع حضراتكم متابعة كلمة مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية، نتابع. التي تغطي أيضا التقرير الأول عن البنك الدولي ثم عن تغطية التمويل، والتقرير الثالث يتعلق بأمور ذات الأهمية لكافة المنظمات المالية. لدينا أيضا تقرير يتعلق عن الاستثمارات المتعددة وبتوصيات من اللجنة المشتركة وكل الإجراءات السابقة. أقترح على تبني كل هذه التقارير والتوصيات التي جاءت بها ونظرا لعدم وجود اعتراضات من أي من الأعضاء، فقد تم تبني هذه التقارير الثلاثة التي أشرت إليها منذ لحظات. جانبا من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين والتي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن قبل قليل، كانت تتحدث كريستين لاغارد ومن بعدها أحد المسؤولين في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. هذه الاجتماعات التي تحضرها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي صحر نصر وعلى هامش مشاركتها كانت قد التقت برئيس البنك الدولي فضلا عن رئيسة صندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاغارد. وهناك برامج تعاون ممتدة بين مصر وبين هذه المؤسسات، كان على رأسها أو من بين أهم آفاق التعاون الحاصلة بين مصر وصندوق النقد والمجموعة الدولية بشكل عام القرض الذي تم إبرامه بين مصر وصندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى أساس ذلك تلقت مصر شرائح مختلفة من القرض الموقع بين مصر وصندوق النقد الدولي في انتظار كذلك أن تنال مصر جانبا من شرائح هذا القرض خلال هذا العام قبل انقضائه بحسب تصريحات وزير المالية السيد عمرو الجرحي. نجحت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني في القضاء على إحدى البؤر الإرهابية بوسط سيناء. وقال المتحدث العسكري في بيان له إن القوات قامت أيضا بتدمير عربة دفع رباعية وضبط كميات كبيرة من نبات البانجو المخبأة في مخزن سري داخل سيارة نقل، موضحا أن القوات تواصل العمل لإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر والقضاء على كافة العناصر الإرهابية. وجه الفريق يونس المصري قائد القوات الجوية كلمة بمناسبة العيد 44 للقوات الجوية المصرية، وسرد الفريق المصري ذكريات المعركة الجوية ضد سلاح الطيران الإسرائيلي فوق الدلتا والتي اشترك فيها أكثر من 150 طائرة من الجانبين، وفقد فيها العدو 18 طائرة، أبرز ما جاء في كلمة قائد القوات الجوية في سياق هذا العرض. أسفرت جولة الإعادة التي جرت بين السفيرة مشيرة خطاب وأودري أوزالاي المتنافستين على منصب أمين عام منظمة اليونسكو، أسفرت عن حصد المرشحة الفرنسية ل 31 صوتا لتتأهل للجولة النهائية للتصويت. من جانبه أعلن المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن مصر تبارك للمرشحة الفرنسية التأهل للجولة النهائية من الانتخابات، مؤكدا تمنيات مصر بالنجاح والفوز للمرشحة الفرنسية. كما أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها عن دعم مصر الكامل للمرشحة الفرنسية. وقد أجرى وزير الخارجية سامح شكر اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسي جانيف لودريان
تزامنا مع جولة الإعادة في انتخابات اليونسكو بين مرشحي مصر وفرنسا والتي أجريت اليوم. وقال المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال على عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفرنسية، كما أعرب الوزيران عن حرصهما على توثيق العلاقة بين البلدين بما يرقى بمستوى وتطلعات الشعوب. هذه المكالمة التي كانت قبل إجراء جولة الإعادة والتي انتهت بفوز المرشحة الفرنسية. تقدمت مصر رسميا بمذكرة لمدير عام اليونسكو إرينا باكوفا لطلب التحقق من خروقات شابت انتخابات اختيار رئيس المنظمة. وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن بعثة مصر تقدمت اليوم بمذكرة رسمية إلى مدير عام اليونسكو لطلب التحقق من صحة ما تم رصده من خروقات شابت عملية انتخاب المدير العام الجديد للمنظمة والتي بدأت جولتها الأولى والاثنين الماضي. أوضح أبو زيد أن وزير الخارجية سامح شكري التقى صباح اليوم إرينا باكوفا مؤكدا أن وزير الخارجية نقل لمدير عام اليونسكو ما تم رصده بشأن العملية الانتخابية خلال الأيام الماضية، مطالبا بالتحقق منها بشكل عاجل لتأثيرها المباشر على نزاهة العملية الانتخابية. قال وزير التعليم العالي ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو خالد عبد الغفار إن الجهود الحثيثة التي بذلها الوفد المصري في اليونسكو لدعم المرشحة المصرية مشيرة خطاب تليق بمكانة مصر وتاريخها الحضاري وإرثها الثقافي. وأضاف عبد الغفار أن الوفد المصري بذل جهودا نظيفة تتفق مع أخلاقيات وتاريخ المصريين، مؤكدا على أن وفد الدبلوماسية المصرية برئاسة وزير الخارجية قاد واحدة من أشرف المعارك الدبلوماسية التي تؤكد عراقة الخارجية المصرية ودورها المهنية في إدارة المواقف الدولية. يترقب الفلسطينيون بآمال عريضة مرحلة ما بعد اتفاق القاهرة للمصالحة بعدما أثمرت عن اتفاق حركتي فتح وحماس على صلاحية حكومة الوفاق وإدارة المعابر، مشيدين بدور مصر الفعال في رأب الصدع الفلسطينية. نجحت مصر في إنهاء حقبة سوداء خيم فيها الانقسام على الفصائل الفلسطينية، فبعد 11 عاما جاء الموعد للم الشمل وتوحيد الكلمة كخطوة أولى نحو الدولة الفلسطينية. وبعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس ستكون الخطوة المقبلة في 21 من الشهر الجاري استكمالا لمسعى توحيد الفلسطينيين، عندما تستضيف القاهرة جميع الفصائل الفلسطينية لوضع اللمسات الأخيرة على مستقبل حكومة الوفاق وإدارة المعابر وغيرها. اليوم وبرعاية مصرية كريمة تم التوقيع على أول بروتوكول من بروتوكولات تنفيذ المصالحة أو اتفاقية المصالحة. هذا الاتفاق يتعلق بتمكين الحكومة حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة. الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية استقبلوا الجهود المصرية بآمال عريضة مؤكدين ضرورة مواصلة الضغط لتفعيل الاتفاق المصالحة. الاتفاق هو دعم للقضية الفلسطينية وهو الذي يثبت القضية الفلسطينية ودعمها في المحافل الدولية وعلى أرض الواقع بين الجماهير وبين الشعب الفلسطيني، وهذا اتفاقنا وتكاتفنا مع بعض هو قوة قوية للشعب الفلسطيني. طبعا مرتاح جدا لهالاتفاق وإن شاء الله هذا بتحقق، يعني بيعود بالخير والبركة على الشعب الفلسطيني وعلى الدولة المستقلة إن شاء الله. هذه المصالحة الوحيدة التي شعرنا ولمسنا بأن هناك فعلا نوايا صحيحة، نوايا تجسد هذه المصالحة على أرض الواقع، هذا ما ننتظره. نحن نقول ألف ألف مبروك يا شعبنا في الوطن والشتات. يعني ما شاء الله اليوم أنا أرى بسمة وأرى أمل في وجوه الشباب أكثر ما هو في وجوه القادة السياسيين، واليوم الشباب كله ما شاء الله متفاعل في المصالحة. ماذا بعد اتفاق المصالحة؟ أسئلة تدور في أذهان الفلسطينيين الذين يأملون في مستقبل أفضل بعد سنوات من الصراع لم تجلب سوى تمزيق القضية الفلسطينية وتهميشها دوليا. وقد قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي بذلتها مصر وأثمرت بإنجاز اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس والسير بخطوات جادة نحو طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة الشعب والأرض والمؤسسات الفلسطينية. وشدد عباس خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي على أهمية الدور الكبير الذي قامت به القاهرة من أجل تحقيق هذا الإنجاز المهم وصولا لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها بحرية في قطاع غزة.
قالت الخارجية الأمريكية إنها ستتابع عن كثب الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد اتفاق المصالحة بين فتح وحماس برعاية مصر. ورحبت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت بالجهد الذي تبذله السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها بالكامل في غزة، مضيفة أن الاتفاق قد يشكل خطوة مهمة لوصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. وفي مدينة بنغازي سادت أجواء من التفاؤل على أبناء الجالية الفلسطينية عقب إتمام المصالحة بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة، حيث نظم مكتب الثقافة والإعلام الليبي ببنغازي يوما ثقافيا فلسطينيا بالتعاون مع القنصلية الفلسطينية في ليبيا. أنا الموقع أدنى حبل مشنقتي شرف يؤيدني بأني فلسطيني. دعما للقضية الفلسطينية نظم مكتب الثقافة والإعلام بمدينة بنغازي يوما ثقافيا فلسطينيا بالتعاون مع القنصلية الفلسطينية وبحضور سفيرها لدى ليبيا وعدد من أبناء الجالية والمثقفين الليبيين. شهد معرضا للتراث الفلسطيني وصور ولوحات تجسد الجهاد والمقاومة ضد سلطات الاحتلال. هذا اليوم تم تحديد التنسيق في إقامة يوم فلسطيني بعنوان بنغازي بعيون فلسطينية. طبعا زي ما أنتم شايفين طبعا في عدة فعاليات، هو المنشط مستمر من الصبح للفترة المسائية، حيكون فيه معرض الأزياء الفلسطينية، أيضا أكلات شعبية، بالإضافة للفترة المسائية حتكون فيه أمسية بمشاركة شعراء من فلسطين وشعراء من ليبيا. أيضا ستكون هناك إقامة عروض مرئية تحكي على القضية الفلسطينية، كيف يعني تم تهميشها في ظل الربيع العربي وما شاب من مشاكل وعراقيل. فنحن حاولنا قدر الإمكان نحيي هذه القضية من جديد. لم يغب عن أذهان الجالية الفلسطينية في ليبيا اتفاق المصالحة الذي تم برعاية مصرية من أجل توحيد الجهود الرامية لحل القضية وإسدال الستار على سنوات الانقسام العجاف. المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية في الموقف هي أساس نجاحنا في تحركنا في مواجهة هذا الاحتلال، ونحن مصممون على أن طي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني، ولكي أيضا نسقط الأعذار التي يتعذر بها القريب والبعيد بأنه لا يوجد من يمثل الشعب الفلسطيني. هناك من يمثل الشعب الفلسطيني، هناك قيادي منتخبي من الشعب بانتخابات حرة ديمقراطية شهد العالم بنزاهتها. بالتزامن مع إتمام المصالحة الفلسطينية بالقاهرة وارتفاع أصوات الجاليات الفلسطينية ليس فقط في بنغازي بل في كل بقاع الأرض المطالبة بإقامة دولة فلسطين ووقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي يظل باقيا. بكر الشراوي، بنغازي، أون لايف. كاميرا أون لايف في بنغازي التقت عددا من أفراد الجالية الفلسطينية في ليبيا واستطلعت آراءهم إزاء اتفاق المصالحة الفلسطينية. كان الوضع في الانقسام الفلسطيني يؤثر على القضية الفلسطينية بشكل عام، وطبعا هذا لمصلحة العدو الصهيوني وتمزق الشعب الفلسطيني في شتاته بالأمر كاد أن يفسد على قضيتنا ما هي أو في صالحها. الانقسام الفلسطيني أضر بالقضية الفلسطينية، وإسرائيل استغلت الموضوع هذا، ومصر طبعا بحكم دورها الاستراتيجي والرائد في الوطن العربي تعرف يعني مصلحة الشعب الفلسطيني زي الشعب الفلسطيني بالضبط، يمكن أكثر كان لها دور مهم جدا في المصالحة، لأن عارفة المصالحة الفلسطينية بتضعف إسرائيل، بتعزز الموقف الفلسطيني وبتعزز الموقف المصري. والله هو شوف بالنسبة للقضية دي احنا كنا بنستنى اللحظة دي من زمان تحصل المصالحة، بالذات دلوقتي يعني، وما كناش متوقعين انها تحصل. الحمد لله يعني كل ده بيرجع بفضل السيسي مثلا، هو دخل في الموضوع. الحكايه دي طولت، واحنا بحال يعني طول ما احنا كده مستحيل نوصل هنعيش اصلا نقدر نفك الحصار عن غزه، ومستحيل ان احنا نوصل لحل او نقدر ننتصر في فلسطين طول ما القصه دي موجوده، الخلاف ده موجود. طبعا مصر تعتبر شئنا ام ابينا، وباذن الله تظل مصر لها مكانتها. مصر رائدة الأمة العربية ونحن نعترف بمكانة مصر. في أحداث أشياء عكرت صف العلاقة بيننا وبين مصر ستصفو بإذن الله، لأننا أهل وجيران. مصر لن تستغني عن فلسطين وفلسطين لن تستغني عن مصر. أمن فلسطين من أمن مصر، وأمن مصر من أمن فلسطين. الآن مشاهدينا فاصل قصير، لنا عودة بعد هذا الفاصل بإذن الله. أهلا بحضراتكم مجددا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام.
الآن نتابع كلمة الرئيس الأمريكي ترامب في قمة حزب المحافظين إلى هناك. نحن نشهد أيضا شخصيات أمريكية كبيرة، رأينا الأم التي رمت لقت بنفسها فوق بنتها حفاظا على روحها، رأينا غرباء وفرق إنقاذ ضباط شرطة كانوا في أجازتهم تدخلوا بشجاعة وقوة وجسارة واندفعوا نحو هذا الحادث لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. رأينا كل الأجهزة تستجيب بقوة. الولايات المتحدة تواجه الكراهية وتواجه الحقد بحب وشجاعة. ما زال هناك من بقي كثير على قيد الحياة ليحكي تلك القصة وتلك البطولات. هذه لحظات تنبع من الظلام لنخرج إلى النور. كل الأمريكيين قاموا بدعم كل الجرحى والمصابين، ونحن معهم اليوم وسنكون دائما معهم إلى الأبد، نقف بجانبهم للأبد. نحن نتفهم أن الأمر كان فظيعا لمشاهدته. أولئك الذين فقدوا أحبائهم، نحن على لا نستطيع أن نخفف آلامهم، ولكن نؤكد لهم أننا لن نترككم وسنظل أمة واحدة، نصاب دائما ونعالج دائما ونقوى دائما ونقف مرة أخرى متحدين. نحن نقف دائما مع ملايين البشر الذين عانوا من هذه المذبحة، أيضا وفي كاليفورنيا وفي الأعاصير وعلى مدار وعلى طول الخليج وفي المكسيك. أنا أحب تكساس وقد تركت فلوريدا ولويزيانا وذهبت إلى بورتريكو وقابلت كل حكام الولايات هناك. هم رجال شجعان يتواجدون دائما في موقع الحدث وأنا أشكرهم. هما لم يكن أمامهم خيار واحد سوى أن يكونوا هناك كأمريكيين يعشقون مواطنيهم ويقفوا دائما لتخفيف المعاناة عنهم ومن أجل الاستشفاء السريع. وبعد هذه المأساة وهذه المذبحة وعدة أسابيع نجد الكرم والشجاعة الأمريكية، نرى شجاعة كل يوم تذكرنا شجاعة الأمريكيين بأننا دولة قوية ودولة متضامنة ودولة متحدة. عندما تتحد الولايات المتحدة لن تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تكسرها أبدا أو تنال منها. نحن نحب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذن يتحدث في قمة المحافظين لهذا العام 2017، يتحدث بنبرة تعلي من شأن الولايات المتحدة الأمريكية كالمعتاد، يقدم التعازي في عدد من الصعاب والأمور الجسيمة التي مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا بعض الظروف الطبيعية والأعاصير التي مرت بالولايات المتحدة الأمريكية وبورتريكو التابعة إحدى الجزر التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. كيف تواصل مع حكام هذه الولايات واستطاع التأكد من تقديم الدعم ويد العون التي قدمت من خلال الإدارة الأمريكية للمضارين من هذه العصير؟ ثم لعله تحدث بعد ذلك عن المقتلة الكبرى التي شهدتها لاس فيغاس وخلفت عشرات الضحايا ومئات الجرحى. الرئيس الأمريكي تحدث كذلك عن أن قوة وصلابة المجتمع الأمريكي من وجهة نظري هي الضمانة لكسر أي تعد قد يصيب الولايات المتحدة الأمريكية. تحدث بنبرة اعتيادية يعلي فيها من شأن الداخل الأمريكي ومن شأن الولايات المتحدة الأمريكية في حديثه على هامش المشاركة في قمة المحافظين لهذا العام عام 2017. ربما يكون كذلك في هذا المجال إذا ما توصلنا في هذا البث للحديث حول استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع الاتفاق النووي الذي جرى إبرامه مع إيران مع دول 5+1. والحديث لا يزال مستمرا وصادرا من قبل البيت الأبيض بأن هناك تململا وضيقا أمريكيا من تعامل إيران مع الاتفاق النووي وتحديدا مع برامج الصواريخ البالستية. عودة إلى النشرة مجددا، وفي تطوراتها تواصل مصر إذن جهودها من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية. وفي هذا الإطار تتواصل في جنوب دمشق الهدنة التي توصلت إليها الفصائل السورية في القاهرة لوقف إطلاق النار في جنوب العاصمة السورية. تقية جديدة برعاية مصر.
رسمت فصائل من المعارضة السورية المسلحة مبادئها الأولية، والتي تقضي بوقف إطلاق النار في جنوب العاصمة دمشق لتسمح للقاطنين فيها بتنفس المدينة من القتال والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لأهاليها. الاتفاق شمل فصائل جيش الإسلام وجيش الأبابيل وأكناف بيت المقدس، والتي توافق جميعهم على بنود الاتفاق. كانت هذه الدعوة برعاية مصرية من القيادة المصرية وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعني رعى هذه الاتفاقية ورعتها مصر والمسؤولين فيها، بمشكورين على ما قدموا للشعب السوري من أجل حقن دماء الشعب السوري ومن أجل استكمال دورهم العربي الكبير الذي تتبوأ به مصر كدولة عربية كبرى. الأطراف السورية اتفقت في الاجتماع على فتح المعابر ورفض التأجير القسري لسكان المنطقة، مع التأكيد على فتح المجال أمام أي فصيل للانضمام للاتفاق الذي يعد الثالث من نوعه الذي وقع في القاهرة برعاية مصرية، والتي تم ترحيب بها نظرا لعدم مشاركتها في أي صراع مسلح وبراءتها من التورط في الدم السوري. تم خلال هذه المباحثات الإعلان اتفاق المبدئي حول عدم التهجير القسري من هذه المناطق وعلى خفض التوتر فيها وعلى دخول المساعدات الطبية والإنسانية إليها، وعدة أيضا عدة نقاط تم مناقشتها خلال هذا اللقاء. أيضا تم التأكيد في هذا اللقاء على الحل السياسي وأولوية الحل السياسي القائم على مرجعية جنيف القرار 2254 وعلى القرارات الأممية ذات الصلة. وفي 23 من يوليو الماضي أعلن توقيع اتفاقية هدنة في الغوطة الشرقية بوساطة مصرية أيضا، تنص على توقف كامل للقتال وإطلاق النار من جميع الأطراف، وهي الهدنة التي جاءت بالتنسيق مع الحكومة المصرية ووزارة الدفاع الروسية، ونجحت بعد مفاوضات 3 أيام بحضور أطراف المعارضة السورية المسلحة المعتدلة. وبعد أقل من أسبوعين من تاريخ هدنة الغوطة، نجحت مصر في الوساطة لإتمام اتفاق جديد مع المعارضة السورية المعتدلة خلال لقائهم في القاهرة حول نظام عمل المنطقة الثالثة لخفض التصعيد في سوريا، وهي شمالي مدينة حمص. اتفاق جديد يعد إنجازا كبيرا للدولة المصرية التي استطاعت في وقت قصير رعاية 3 اتفاقيات لفرص هدنة في المناطق السورية المختلفة، لتؤكد مصر يوما بعد يوم أنها إضافة للأمن القومي العربي وقوة للمنطقة بأكملها. للمزيد ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ العزب الطيب الطاهر، الكاتب الصحفي في الأهرام. أستاذ العزب أهلا وسهلا بحضرتك. يقولون في التفاصيل أن هذا الاتفاق بذاته قد يتسبب في غضب أو في ضيق إيراني، لأنها ربما كانت تصبو نحو ضاحية جنوبية جديدة على غرار الضاحية الجنوبية في ضاحية بيروت الجنوبية. إلى أي مدى يبدو هذا الضيق وهذا الانطباع صحيحا؟ دعنا نكون واضحين، إيران تغضب ليس من الانخراط المصري في هذا الاتفاق، ولكن من أي انخراط عربي في الملف السوري بعد أن كان العرب مغيبين أو أخبروا على الغياب عن هذا الملف. الآن مصر بدعم وإسناد من الإمارات ومن السعودية وفقا لتصريحات الكثيرين تقوم بهذا الدور لمحاولة الحد من الآثار السلبية للتدخل الإيراني بالذات. وعندما نتوقف عند هذا الاتفاق نجد أنه يتكلم عن عدم السماح بالتهجير القسري. نعم. والتهجير القسري هذه معضلة رئيسية يعاني منها. والبعض يرى هذا المحور في هذا الاتفاق هو المحور الأهم، منع التهجير القسري لكل سكان جنوب دمشق. وأنا أتفق مع هؤلاء البعض، ولاحظ أنني ركزت على هذا المحور. نعم. وهذا البند من وجود الاتفاق لأنه هو الأقوى الأهم كما ذكرت والأخطر، لأن هناك إيران والميليشيات الشيعية التي دخلت للمحافظة على نظام أسد إلى جانب روسيا أرادوا أن يقوم بعملية صح التعبير خلخلة للبنية الديمقراطية السورية لصالح توجهات ونزوع طائفي ومذهبي يكرس البعد ما يتعلق بالبعد الشيعي بالتحديد. نعم. وهذه الخطورة، الشعب السوري على مدى تاريخه معروف أنه يتسم بالتعددية سواء العرقية أو المذهبية أو التحديد. وبالتالي حافظ على علاقات بين هذه المكونات، ولكن عندما تأتي إيران وحلفائها بمحاولة شق هذا الثبات في العلاقة فذلك ينزل بخطر كبير. ومن هنا تجد أن مصر تدخل من منظور أولا المحافظة على البعد العربي والبعد وعلى مكونات الدولة السورية بكل ما فيها وليس لصالح طائفة أو عرق أو مذهب معين، ولكن المحافظة
في اتفاقات خفض التصعيد الثلاثة التي تم توقيعها في العاصمة المصرية القاهرة، أنجزت تقريبا في أزمنة توصف بالأزمنة القياسية، في لمح البصر جرى إتمام هذه الاتفاقات، وفي الاتفاقين السابقين بدأ وكأن هناك احتراما من كل الأطراف التي وقعت على تلك الاتفاقات في ريف حمص الشمالي أو في غوطة دمشق الشرقية. المعارضة السورية عكس ما تروج الحكومة السورية تظهر مرونة كبيرة، وآخرها ما شهدناه من جيش الإسلام وجيش الأبابيل وأكناف بيت المقدس. ما الذي يمكن أن يشير إليه هذه المرونة إن كانت حقيقية من وجهة نظرك؟ أولا دعني أشير إلى أن ما أشرت إليه من أنه يتم إنجاز أو التوافق على بنود هذه الاتفاقيات في وقت قصير نسبيا قياسا إلى المناطق الأخرى. نعم. لأن هناك قناعة بأن الدولة المصرية وتقريركم أشار ذلك يتسم بأنه دور لم ينخرط في مستنقع الدم في سوريا إن صح التعبير. دور كان من البداية أعلن أنه مع الدولة السورية مع مؤسساتها، ولم يرهن نفسه بشخص أو بنظام، كان موقفه دائما مع الدولة والشعب. ومن هنا هناك قناعة من قبل المعارضة ومن قبل الأطراف الأخرى بأن الدولة المصرية مجرد من الهوى، مجرد من أهداف خاصة في سوريا ليس له هدف كما ذكرت إلا المحافظة على الدولة السورية. فيما يتعلق بالمعارضة، طبعا بالطبع النظام على مدى السنوات الماضية حاول يضع المعارضة في خانتين، الأولى أنها كلها إرهابية، صنف كل الأنواع المعارضة بأنها إرهابية، وهذا خطأ كبير وتعميم غير صحيح تماما. صنف المعارضة بأنها تسعى لإسقاطه، وهذا من الطبيعي. الثورة قاومت إسقاط النظام، ولكن النظام يعني كما يبدو لي لم يصل بعد إلى مرحلة النضوج الكامل للقبول بالآخر. وأظن أن الاتفاق أقر اتفاق القرار الأخير والسابقة حتى أقر أن أي حل سياسي لابد أن يقوم على مرجعية جنيف واحد، وهو بيان في غاية الأهمية. ولو طبق منذ البداية منذ 2012 لكان من الممكن تلافي الكثير من التداعيات السلبية. صدر عن قرار مجلس الأمن 2254 والذي يمثل خريطة الطريق، ورأينا ملف السوري تعرض للكثير من الاجتماعات. طيب استاذ عزب، بعد اذن حضرتك، في بعض الجزئيات التي اشرت اليها حضرتك ربما تخفي في ثناياها ما كان يشير اليه البعض وربما بسوء نيه بان هناك تنافسا، بصراحه تنافسا مصريا سعوديا، وبان مصر تتاهب للانقضاض على تركه المملكه العربيه السعوديه في سوريا. الايام الفائته اثبتت ان هناك تنسيقا مصريا سعوديا في سبيل توحيد صفوف المعارضه السوريه. الى اي مدى يبدو هذا النظر صائبا، والى اي مدى يمكن ان يكون منتجا كذلك هذا التنسيق المصري السعودي؟ لا انا اتفق مع الجزء الأخير، وهو أن هناك تنسيقا مصريا سعوديا إماراتيا الآن في تقدير من خلال متابعتي كصحفي يتعامل مع الشأن العربي، أن التنسيق المصري السعودي الإماراتي هو وراء معظم ما يحدث الآن في من بعض التحولات الإيجابية في المشهد العربي. المصالحة المصرية المصالحة الفلسطينية تمت برعاية مصرية وأنجزت بالأمس عبر اتفاق واضح، ورأينا بنوده. كان هناك دعم إماراتي وسعودي. الموقف المصري تجاه محاولة لملمة الفرقاء السياسيين في ليبيا أيضا بدعم سعودي ليبي، والوضع في سوريا بدعم سعودي ليبي. نعم. وأظن أن الزيارة الأخيرة للملك سلمان لموسكو تؤشر إلى أن السعودية أو موقف السعودية بات يتسم بتحول كبير. نعم. عن المواقف السابقة. نعم. الآن بات الموقف المصري السعودي الإماراتي يقوم على المحافظة على الدولة السورية بعيدا عن الأشخاص. نعم. وترك الأشخاص لخيار الشعب السوري، وأظن أنه لو جريت انتخابات حقيقية وفق خريطة الطريق وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية لن يقوم بمقرر أسد أن يفوز بها، خاصة إذا جريت في ظل لو أجريت انتخابات حقيقية كما تقول، وجود دولي. نعم. رقابة دولية. نعم. صارمة لن يتمكن أسد من أن يفرض معادلاته. نعم. على الشعب السوري كما كان يحدث فيه. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي في الأهرام الأستاذ العزب الطيب الطاهر منضما إلينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعلن الجيش التركي بدء نشر نقاط مراقبة في محافظة إدلب بشمال سوريا في إطار اتفاق عدم التصعيد الذي أبرمته تركيا الشهر الماضي مع إيران وروسيا. كانت تركيا قد شددت الثلاثاء الماضي على أن العملية الجارية في إدلب ستستمر حتى وقف ما سمته بالتهديدات دون أن تحدد ما هي.
وقد تمكن الجيش السوري من تحقيق مزيد من التقدم في مدينة الميادين خلال عملياته العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي. وأسفرت العمليات عن السيطرة على إحدى القرى وتكبيد عناصر التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد، كما خاضت وحدات من الجيش اشتباكات عنيفة مع داعش شرقي نهر الفرات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من عناصر التنظيم. قتل 50 شخصا على الأقل في انفجار سيارة ملغومة استهدفت نازحين شمال شرقي سوريا بمحافظة الحسكة. وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن الهجوم استهدف نازحين من دير الزور قبل دخولهم إلى المخيمات موقعا عشرات الجرحى. وتدور في محافظة دير الزور النفطية حاليا عمليتان منفصلتان لطرد مسلح داعش بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية والقوات الموالية للحكومة السورية. وقد نفى الجيش العراقي إطلاق أي عملية عسكرية مع القوات البشمرجة جنوب كركوك، وقال بيان للجيش إن ما تقوم به القوات هو عملية لتطهير وتفتيش المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. من جهتها قالت رئاسة إقليم كردستان إنه يتم حاليا نشر عشرات الآلاف من مقاتلي البشمرجة في مدينة كركوك. الآن مشاهدينا فاصل قصير، نعود بعده مباشرة لاستكمال ما تبقى من فقرات النشرة. أهلا بحضراتكم من جديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا لهذه النشرة. ألقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر كلمة مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة 24 الدولية، والذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقالت الوزيرة إن مصر تشهد تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية وقادرة على النهوض بالاقتصاد، كما يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار هو الأمر الذي يحفز القطاع الخاص على توجيه استثمارات إلى مصر. كما قدمت نصر الشكر لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي لعملهما الدائم لدعم تنمية لكلتا المؤسستين ولجهودهما بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والدولي. وقد شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر في الجلسة رفيعة المستوى لمؤتمر صندوق النقد الدولي، مستعرضة رؤيتها عن الفرص والتحديات والسياسات للنمو الشامل نحو عام 2030، وذلك على هامش ترأس وزيرة الاستثمار للوفد المصري في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي. كما عرضت الوزيرة قصة نجاح مصر في تحسين مناخ جاذب للاستثمار وعن أثر ذلك في زيادة النمو والتنمية، مؤكدة حرص الحكومة في ترجمة سياساتها الاقتصادية إلى تحقيق نمو شامل. وأشارت في كلمتها إلى هدف مصري متمثل في تحقيق بيئة أعمال تساعد على جذب مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات سواء كانت أجنبية أو محلية عن طريق تعديل عدد من التشريعات. التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر برئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما تشاكرباتي على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن. وأعربت نصر عن تقديرها للعلاقة القوية بين مصر والبنك، مشيدة بمساهمات البنك في تطوير قطاع الأعمال الزراعية ومشاريع البنية الأساسية. كما ناقش الجانبان الاستعدادات لاستضافة مصر للمؤتمر الإقليمي الاستثماري للبنك في منطقة جنوب وشرق دول حوض النيل أو حوض البحر المتوسط في نوفمبر المقبل. من جانبه أعرب رئيس البنك عن عزمه زيادة دعمه لقطاع الطاقة في مصر من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار في كافة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات. نقلت وسائل إعلام إيطالية ووكالات أنباء قولها إن الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير على الطريق الصحيح، مستدلة في ذلك بارتفاع الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة تقدر ب 47% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. ونقلت وكالات الأنباء قولها إن الصادرات الإيطالية لمصر انخفضت بنسبة تقدر بنحو 17% خلال الفترة ذاتها. كما أكدت عودة العلاقات الطبيعية بين القاهرة وروما، مشيرة إلى أنها أصبحت الآن أكثر قوة من أي وقت مضى.
غادر القاهرة اليوم وفد من مجلس النواب متوجها إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية للمشاركة في اجتماعات الدورة 37 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والمقرر انعقادها غدا. يتكون الوفد من 8 نواب ينضمون إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، والذي وصل إلى سان بطرسبرغ الأربعاء ليرأس وفد مصر في الاجتماعات. ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات موضوع تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان وبين الأعراق، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد، ومن أهمها انتخاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي. بدأ العد التنازلي لمنتدى شباب العالم والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من الرابع وحتى العاشر من نوفمبر المقبل. تعقد اجتماعات عمل على قدم وساق لوضع كل التفاصيل الدقيقة لكافة الاجتماعات والمناقشات والمحاور وورش العمل. وقالت مصادر برئاسة الجمهورية أنه تم توجيه الجهات المعنية بدراسة كل المؤتمرات الشبابية المماثلة التي تعقد حول العالم حتى يكتب للمنتدى النجاح. وأوضحت المصادر أن الرئيس السيسي يتابع باهتمام كبير كل تفاصيل الإعداد للمنتدى، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أعطى توجيهاته بأن يكون الإعداد على درجة كبيرة من الدقة التنظيمية. داهمت السلطات في اليونان وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا مقرات قنوات بين سبورت القطرية على خلفية التحقيقات الجنائية في تورط الرئيس التنفيذي لمجموعة بي إن الإعلامية القطري ناصر الخليفي في قضية فساد تتعلق بدفع رشاوى للحصول على امتياز إذاعة مباريات كأس العالم 2026-2030. مونديال 2022 يتأهب لمغادرة إمارة الإرهاب، ففي خطوة من شأنها تعجيل سحب ملف تنظيم المونديال من قطر تنظيم الحمدين، فتح الادعاء العام السويسري تحقيقا جنائيا مع الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جيروم فالك والرئيس التنفيذي لمجموعة بي إن الإعلامية ناصر الخليفي بعد إعلان تورطهما في قضايا فساد ورشاوى خاصة بحقوق بيع مباريات كأس العالم. يأتي تورط الخليفي بعدما تلقى الادعاء السويسري أدلة حول تلقي فالك بعض العمولات غير المعلنة من الخليفي فيما يتعلق بمنح حقوق الإذاعة لبعض البلدان في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للأربع دورات المقبلة. وفي مارس من العام الماضي أعلن مكتب المدعي العام السويسري أن هناك شبهة سوء إدارة متعمد ومخالفات أخرى تتعلق بفالك، فيما نفى الأخير ارتكاب أي مخالفات. إلا أنه بعد مرور ما يقارب العام ونصف العام قامت السلطات الفرنسية بمشاركة السلطات السويسرية بمداهمة وتفتيش مكاتب بي إن بي سبورتس في باريس لتزيد نتائج التفتيش من صحة الاتهامات السابقة. ناصر الخليفي برضو واحد من أزرع الفساد اللي موجودة اللي كانت بتدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هو على رأسه جوزيف فلاتر. مسؤول في اتحاد كرة القدم الإنجليزي أبدى ثقته في أن بلاده ستحتضن مونديال كأس العالم الذي من المفترض أن يقام في قطر بعدما زادت الاتهامات تجاه الدوحة بحصولها على الأصوات بطريقة مشبوهة، إضافة إلى الأزمة السياسية التي تعيشها حاليا بعد قطع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب العلاقات الدبلوماسية معها. إلى جانب ذلك لا يغفل عن الكثيرين أن أزمة حقوق العمال المهاجرين المهدرة في قطر ما زالت تلقي بظلالها على الأحداث، حيث تطالب المؤسسات الحقوقية بفتح تحقيق عاجل في مخالفات الدوحة حول ظروف العمل التي يتعرض لها آلاف العمال المهاجرين في مواقع البناء الخاصة باستضافة كأس العالم والتي تسببت في وفاة المئات منهم وسط تكتم من قبل السلطات القطرية التي ترفض التحقيق بشكل كاف في أسباب الوفاة. يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم استراتيجيته الجديدة بشأن إيران، فيما يتوقع الخبراء أن توجه الاستراتيجية الجديدة ضربة للاتفاق النووي. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين أمريكيين قولهم أنه من المتوقع أن يعلن ترامب اليوم عدم التزام إيران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 لاعتقاده بأن الاتفاق لا يصب في المصلحة القومية لبلاده. وقالت مصادر أن الاستراتيجية تعتبر أن طهران مستمرة فيما وصفته بالأنشطة العدائية والتي سمحت بتمدد نفوذها، وأن إيران استغلت الحرس الثوري لاستخدام الحوثيين في اليمن لشن هجمات تستهدف السعودية والإمارات وتقييد الملاحة في البحر الأحمر. فيما قال المسؤولون أن إدارة الرئيس ترامب ترى أن الإدارة الأمريكية السابقة للرئيس أوباما أخطأت في التعامل مع إيران،
وأن الإدارة الحالية عازمة على عدم تكرار هذه الأخطاء. حدد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الولايات المتحدة حال انسحابها من الاتفاق النووي، معتبرا أن إقدام واشنطن على تلك الخطوة يعني نهاية الاتفاق النووي الدولي. وكالة تاس الروسية نقلت عن لاريجاني الذي يزور روسيا حاليا للمشاركة في مؤتمر برلماني دولي قوله إن انسحاب واشنطن قد يشيع فوضى في العالم دون أن يوضح ماهية تلك الفوضى. كما قال لاريجاني أن إيران تأمل أن تلعب روسيا دورا في حل الوضع الذي يحيط بالاتفاق النووي. إذن مشاهدينا ذات هذه النشرة، هذا تذكير بعناوينها. في جنازة مهيبة أهالي بني سويف يشيعون جثمان أحد ضحايا الحادث الإرهابي بالعريش. مصر تعلن دعمها للمرشحة الفرنسية في الجولة النهائية من انتخابات اليونسكو. خلال لقائه وزيرة الاستثمار بواشنطن، رئيس البنك الدولي يعلن عزمه زيادة دعمه لقطاع الطاقة في مصر. إذن مشاهدينا انتهت هذه النشرة. بإمكانكم دوما متابعة مزيد من الأخبار من خلال حساباتنا الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. موعد إخباري جديد بعد دقائق من الآن بإذن الله.